نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، سائل يسأل: ما حكم من قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله لي بالرحمة، ولم يقدم أي عبادة له؟ هل مجرد هذا الطلب شرك أكبر؟ حتى الميت، الرسول ميت عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، الرسول ميت ومدفون تحت الأرض مثل غيره من الأموات، والميت لا يطلب منه شيء لأنه لا يقدر على شيء، لا يقدر على الدعاء. إذا مات الإنسان انقطع عمله، الأنبياء وغيرهم إذا مات الإنسان، أي إنسان، انقطع عمله، والدعاء عمل، فلا يطلب من الميت دعاء لأنه لا يقدر عليه. نعم.